للوقوف على آخر المستجدات في الناصرية، ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف الناشط في تظاهرات وحيد عقيل الناشر. أهلا بكم سيدي. أهلا بك، وبعدين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد وحيد، كيف تبدو الأوضاع حاليا في الناصرية بعد المحاولات المتكررة لإنهاء الاعتصامات باقتحام الساحات؟ بداية الأمر اللي حدث أمس هو كان مثابة تحدي من الميليشيات أو العناصر الغير منضبطة. الكل يعرف اللي صار أمس هو واضح للعيان ميليشيات. لذلك الثوار اللي بذي قرار أدركوا هذا الموضوع أنه موضوع تحدي. بالليل احترقت الخيم بعد سقوط شهداء وجرحى، ومثل ما نسميها احنا فاجعة. الصبح أهالي في قار بدأوا التحدي مع هذه الميليشيات، قبل ناصبين خيم قابلة للرفع بأي وقت، لكن الصبح تفاجأوا الميليشيات أو غيره. أهالي في قار نصبوا حسينيات أو مواكب بناء بلوك بناء ثابت. هذا المثابة التحدي. سنتحدث عن هذه الخطوة، لكن هل لديكم معلومات عن الجهات التي نفذت هذه العملية، عملية الاقتحام، ومن دخل بالضبط لهذه الساحات؟ الكل يعرف اللي صار أمس بالناصرية هي ميليشيات، لكن أكو بعض التفاصيل وهي قبل 5 أو 10 دقائق من اقتحام ساحة الحبوبة من جهة التربية أو من جهة الجسور، انقطع التيار الكهربائي عن الحبوبة قبلها ب10 أو 5 دقائق. هذه النقطة تثبت أنه أكو تنسيق بين سياسيين أو جهات مسؤولة بالمحافظة وبين اللي نفذوا العملية أو المجزرة اللي ارتكبوها البارحة. هذا أولا. ثانيا، سيارات مدنية تدخل المحافظة منتشرة بها قوات أمنية، الشوارع اللي دخلوها منتشرة بها قوات أمنية، المنافذ الرئيسية قوات أمنية دخلوا. طبعا يجوز او اكيد الاغلب شاف التصوير للسيارات، سيارات مدنيه بيك اب وسيارات صالون محمله بالسلاح والرجال. اريد اسال سؤال، اللي دخل بهيج هيئه ومو جهه امنيه يعني رسميه بزي عسكري او اليات عسكريه، يدخل بهيج وقت ينفذ جريمه وبعد 5 دقائق من ارتكاب المجزره؟ أهل زقار الكل عرف باللي صار وطلعوا وماكو أي دليل عليهم، ما لزموا أي واحد. هذا شنو تفسيره بالضبط؟ إنه يدخلون بالليل مسلحين مدنيين ينفذون جريمة مثل هذه الجريمة ويطلعون. هذا السؤال اليوم اللي يطرحونه بالتحرير أو بالحبوبي أو بالبصرة أو بأي مكان. هذا كله إلى جواب واحد، إنه أكو تنسيق من أيادي خفية بين اللي نفذوا العملية أمس وبين السياسيين بالخفية. والكل يعرف اليوم العراق هو محكوم من جهات مظلمة أو مسمى بالدولة العميقة. نعم وحيد، بعد هذه المحاولات لاقتحام الساحات، كيف تبدو معنويات المتظاهرين في الناصرية الآن، خاصة بعد مشاهد لبناء أماكن جديدة للتظاهر بدل الخيم التي أحرقت؟ ستي العزيزة، أهالي الناصرية الكل يعرف أنه صار فترة مو بالقليلة قاعدين بالحبوب معتصمين على الجسور على غيره. صار من طبيعة أهالي الناصرية الجريمة أو التحدي أو عبور الخط اللي مرسوم بما يسمى التجاوز من جهات معنية عليهم. هذا اليوم أصبح عامل لرفع المعنويات. لذلك اليوم العالم يستفيق ويتفاجأ على أهالي الناصرية يدفون بهتافات من المستحيل اللي يسمح يقول هذا الشخص مفجوع قبل ساعات أو قبل يوم أو قبل كذا فترة. العوائل تطلع، صاحب الخيمة اللي احترق له مثل ما نقول 10 أغطية 10 فراشات، الصبح يتفاجأ بأضعاف 3 مرات أو 4 من الأهالي. إضافة إلى خطوة القليل انتبه لها، انه نساء الناصريه اليوم صار اقبال على السوق ذي قار من نساء الناصريه ببيع الذهب الخاص بهم ونقل اموال للتبرع بساحه الحبوبي. نعم.
هذا من شهود عيان. نساء الناصرية اليوم أغلبيتهم يبيعن ذهبهن الخاص في سبيل التبرع لأهل الحبوب المتضررين من التجاوز اللي حصل يوم أمس. نعم، إلى جانب مظاهر تكافل في الناصرية وحيد، كان هنالك تكاتف واضح مع المعتصمين في الناصرية من قبل المتظاهرين في مختلف المحافظات. كيف تلقيتم هذه الرسائل التضامنية المساندة والمنددة أيضا بما حصل؟ الرسائل والهتافات والفيديوهات والصور والتسجيلات اللي وصلت اثبتت لنا وللعالم انه اليوم الشعب العراقي او العراق واللي بالعراق صاروا على جانبين، هو الشعب العراقي الحق الثوار، والجانب الاخر القتل الميليشيات المتربصين بهيج امور. تاكد لنا اليوم انه احنا اصبحنا دوله وشعب لحالنا، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن التشققات السياسية، بعيدا عن الهتافات العنصرية، بعيدا عن كل شيء. اليوم ابن الحبوب وابن التحرير وابن البصرة وابن الموصل وابن الأنبار وابن كل مكان بالعراق اليوم أصبح يتألم الألم العراقي، اللي بالبصرة يتألم الألم ابن بغداد، اللي بالأنبار يتألم الألم ابن الحبوبي. هذا اللي عرفناه واللي اليوم أثبت بالدليل. كل العراقي يصيح ذيقار ذيقار ذيقار، ابن الانبار او ابن بغداد او ابن الموصل شنو عنده بذيقار؟ وشنو الصله اللي عنده بذيقار؟ ذيقار مجرد محافظه بالعراق حالها حال اي محافظه، ليش اليوم ابن الموصل او ابن الانبار او ابن بغداد يتالم الالم ابن ذيقار؟ ليش اليوم اشاهد فيديوهات اهالي التحرير يبكون الفاجع ذيقار؟ هذا الشيء يثبت انه اليوم العراقيين الحق الثوار اللي لا يتبعون لا امريكا لا ايران لا اي دوله من دول الجوار أو الدول الخارجية أو الدول البعيدة، اليوم أصبحوا عراقيين تغلبوا على الخطط السياسية اللي باتت ترسم من سقوط النظام السابق إلى هذا اليوم. خطط خبيثة، خطط بشعة، ترسم البس عام عنصر الطائفية أو عنصر القومية أو غيره. اليوم العراقيين تغلبوا على كل هذا بثورة تشرين المباركة. شكرا جزيلا لك وحيد عقيل الناشط في تظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من الناصرية.